أيها الإخوات والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب، تحية للمشاركين، تحية للمشاركات في هذا النهار السعيد اللي فيه الحرارة كبيرة جدا. كاين الصهد، كاين الصهد. عشان الصهد يعني الصهد، الصهد ماشي الصهد ديال بلعاني، داك الصهد ديال داك الصهد ديال العذاب. اوكي، الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اليوم وهو واحد الظاهره اللي منتشره بين الاحرار في جميع انحاء العالم، وهي بعض الصراعات الهامشيه، كتشوف الاتهامات، انت من المخابرات، انت ماشي من المخابرات، انت هادي انت هادي يعني. وهاد القضيه كيرتاح لها النظام، كترتاح لها فعلا المخابرات، ملي كيشوفوا ناس اللي عندهم قضية كيتخلاو على القضية الحقيقية ديالهم وتيمشيو يعني الأشياء هامشية، أشياء اللي لا معنى لها، أشياء اللي لا قيمة لها ولا أهمية لها. وهي أنك كتشد في واحد الإنسان وكتبقى عليه، كتبقى تنزل عليه بالاتهامات، وكتبقى تنزل عليه أنت مخابرات، أنت أسيدي اللي بغى يكون مخابرات يكون، واللي ما بغاش يكون مخابرات ما يكونش. حنا ماشي شغلنا، اللي شغلنا هو واحد الإنسان تيخرج كينشر واحد الوعي تحرري، واحد الوعي ثوري، واحد الوعي ضد الفساد. هذا هو اللي كيهمنا حنا، يعني المستمع من اللي كيسمع هذاك الانسان كيهضر على الاوضاع في المغرب، ما غاديش تدخل لي انت الشك في راسه وتقول لي هذا مخابرات ولا ماشي مخابرات، لانه كيهضر يعني المفهوم ديالو يعني ما يمكنش يكون عنده علاقه مع المخابرات ولا عنده معلقه. يعني كتبان لي شي حاجه اللي سميتو واش المخابرات، يعني المخابرات خدامه، خدمتها عندها، الناس ديالها عندها، الوسائل ديالها كيفاش كتخدم. ما غاديش تحتاج لواحد كيخرج كيدير فيديوهات كيعارض النظام ولا كيفضح الفساد ولا كيدير هادشي. يعني الانسان تيعيش واحد السكيزوفرينيا ما مفهوماش. المهم اللي بغيت نهضر انا عليه في هاد الفيديو، وهو يعني واش غنستافدوا ان مثلا يتقلب النظام في المغرب؟ واش غادي يستافد الشعب المغربي من قلب النظام في المغرب؟ يعني هذا هو السؤال المطروح. يعني انا يعني مؤخرا بعد الاطلاع على شي حوايج وشي وثائق وشي احداث وما يجري في العالم حاليا، يعني بدات الفكره ديالي كتغير على هذه القضيه هذه. يعني واش مثلا غنستافدوا من تغيير النظام في المغرب؟ هناك بعض الناس غادي يقول لك واي اللي هو انت بدلت الفيس تا وانت هادي وانت هادي. نو، ماشي هكذا، هذه الحقيقه. يعني الى جينا نشوف مثلا الناس الاحرار اللي كيخرجوا تيهضروا كيعبروا عن الراي ديالهم، يعني كنحترم جميع الاخوه، كنحترم جميع الاخوات على الاراء ديالهم. يعني كل واحد عنده الراي ديالو، كل واحد عنده الفكر ديالو، كل واحد عنده يعني داك الخط التحريري ديالو اللي ما يمكنش مثلا غادي تناقش معاه. يمكن لك تناقش معاه في الافكار، يمكن لك تناقش معاه يعني في الطريقه ديال ولكن ما يمكنش تناقش معاه في الافكار، لان مثلا داك الشيء اللي كنطمحوا ليه حنا كلنا وهو تحرير المغرب، وهو يعني تحرير الشعب المغربي، وهو ماشي حنا كنطالب، ماشي حنا مثلا كنطالبوا بالتحرير، ولكن غير كنوعيو الشعب على الاوضاع ديال المغرب، كنوعيو الشعب على الوضعيه ديال المواطن داخل المغرب. يعني اشنا هو الدور ديال داك المواطن المغربي اللي في المغرب، اللي من خلال البروباغندا المخزنيه، اللي من خلال يعني هاد المسيرة يعني الطويلة اللي خدا فيها النظام راحته، وكون واحد الشعب اللي ما بقاش قادر انه يدافع على راسه، واحد الشعب اللي ما بقاش قادر انه يخرج مثلا يدافع على 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 داك الشيء اللي خصو يكون مثلا في المغرب، واللي كاين داك الشيء كاين في الدستور، داك الشيء اللي مكتوب في الوراق واللي ما كيطبقش، اللي هي الحريه، الكرامه، احترام الانسان، التعليم، الصحه، السكن، الشغل. يعني هذا الشيء كله كنهضروا عليه ولكن ما كاينش في المغرب، رغم انه كاين في الاوراق. يعني كنحاولوا نصدروا مثلا واحد الصوره يعني كامله على المغرب، كنحاولوا نصدروها للخارج، ولكن ملي كتجي الواقع المغربي وكتعيش في المغرب كتلقى الواقع يختلف عن ما هو مكتوب في الورق. يعني هذه هي الحقيقه ديال المغرب. على القضيه كيفاش السؤال المطروح، واش غادي مثلا المغرب غيتغير بعد مثلا تغيير النظام في المغرب؟ اوكي، انا غادي نمشي معكم بشويه بشويه، لان
الى شفتوا مثلا المؤتمر ديال دافوس اللي كان من هنا 4 اشهر، الى خرجتوا مثلا مشيتوا كتشوفوا الفيديوهات ديال المؤتمر ديال دافوس، شكون هما اللي كانوا في المؤتمر ديال دافوس؟ وهما ديك يعني الاليت، يعني الطبقه، ماشي البرجوازيه، ولكن الناس اللي كيتحكموا في العالم اقتصاديا. كيف ما كنعرفوا وكيف ما كيعرف العالم كله ان كل ما يتحكم في الاقتصاد يتحكم في السياسه. الا كان عندك الامكانيات باش كتحكم في الاقتصاد راك كتحكم في السياسه. هذه حقيقه، هذه ما يمكنش مثلا التغيير. لانك نعطيك واحد المثال صغير، مثلا شكون اللي كيتحكم في الاوضاع في المغرب؟ هم موليين الشكاره، يعني موليين الشكاره دائما كنلقاو هما اللي كيتحكموا. ناخذوا مثلا مثال صغير ديال غير الانتخابات، شكون اللي كينجح في الانتخابات؟ كينجحوا موليين الشكاره، الناس اللي كيحطوا الفلوس، الناس اللي كيخسروا الفلوس هما اللي كيربحوا الانتخابات. ورا هاد المثال الصغير خصنا شدوا وطبقوا، مثلا خذوا ان موديل وطبقوا على جميع انحاء العالم وعلى العالم كله، غادي تلقى مولين الشكاره هما اللي كيتحكموا في كل شيء. ملي كنجيو كنقلبوا مثلا المسؤولين، مثلا النظام المغربي، مثلا الا جينا نقلبوا مثلا النظام المغربي، ما هو الا موظف عند مولين الشكاره اللي كيحكموا العالم. لان كنعرفوا الان العالم شكون تيحكموا، كتحكموا الابناء، كيحكموا البنك الدولي، كيحكموا صندوق النقد الدولي. وشكون هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحده؟ شكون هما هاد الناس؟ هما البلدان القويه، هما البلدان، ماشي حتى البلدان القويه، ولكن الابناك اللي ما بقاتش عندها حدود. لان كنشوف مثلا هناك ابناك عالميه يعني ما عندهاش حدود، يعني عندها استثمار في جميع انحاء العالم. وهاد الابناك كدير اتحادات، كدير شركات، كدير استثمارات في دول اجنبيه. دونك ملي كتولي عندها هاد القوه الاقتصاديه في اي منطقه في العالم، كتولي عندها حتى تاثيرات سياسيه. هادشي اش كنقول لكم؟ مثلا راه نفرضوا ان مثلا كاع حتى ولو اننا اسقطنا النظام في المغرب، يعني واش مثلا غادي يجي شي نظام اخر اللي غادي يصلح المغرب؟ ما تنظنش. علاش؟ غنقول لكم علاش. ماشي انا مثلا ما باغيش الاوضاع تبدل، ولا ما باغيش مثلا، ولا مثلا راه باغي الملكيه ولا سميتو، نو. هذا واقع. لان مثلا الى جينا نشوفوا مثلا الثورات اللي وقعت مؤخرا، مثلا السيسي، مثلا شكون اللي حط السيسي تمايا؟ واش السيسي جاب وحده؟ نو، السيسي حطاته الدول القويه. شكون هي الدول القويه؟ هي الدول، الناس اللي عندهم اقتصاد قوي، الناس اللي عندهم قوه عسكريه، الناس اللي عندهم قوه ماليه، الناس اللي عندهم اقتصاد قوي، هما اللي كيتحكموا في السياسات الخارجيه. راه الى جينا نشوفوا مثلا السياسات الخارجيه ديال الدول العظمى، راه هي اللي كتقرر شكون اللي غيحكم هذه البلاد. راه الى جينا نشوفوا مثلا، نحيدوا مثلا النظام المغربي، الى حيدنا مثلا النظام المغربي، شكون غادي يجي غيحكمنا؟ واش غيحكم مثلا شي واحد مثلا اللي غيبغي يصلح البلاد؟ اييه كاين، ممكن وماشي غير ممكن، يعني 100% كاينين ناس شرفاء اللي في المغرب، اللي يعني مستعدين انهم يخدموا المغرب، مستعدين انهم يقوموا باصلاحات جذريه، مستعدين انهم يغيروا الاوضاع، مستعدين انهم يخليوا الشعب يعيش في كرامه ويعيش في حريه ويعبر على راسه كيف ما بغى. اوكي، قلنا متفق مع هذه القضيه. كاينين ناس شرفاء اللي مستعدين انهم يبذلون كل الجهود لاخراج المغرب من الازمه اللي كيعيش فيها، رغم ان المغرب ما كيعيش في ازمه، ولكن الشعب هو اللي كيعيش في ازمه. لان كنشوفوا المغرب ما كيعيش في ازمه، المغرب عنده الخيرات، المغرب يصدر، المغرب يعني لو كان لقى مثلا الناس اللي غيخدموا المغرب، كره المغرب من بين الدول الصناعيه بحال جميع الدول الصناعيه. لان اللي نشوفوا مثلا غير في السبعينات، نرجعوا غير السبعينات، كان المستوى ديال المغرب والصين بحال، كان المستوى ديال المغرب وسنغافوره بحال، كانت مثلا تركيا افقر من المغرب. ولكن اللي نشوف مثلا يعني الناس اللي جاوا خدموا هذه البلدان، انهم يعني قاموا يعني باصلاحات يعني حقيقيه. هذا الشيء اللي طرا. المغرب بالعكس كاين واحد النظام اللي الهدف ديالو ماشي هو الاصلاح، ولكن الهدف ديالو هو المحافظه على الكرسي والحكم في المغرب واستغلال خيرات المغرب. اوكي، هادشي كنا متفقين عليه. غير اللي بغيت نقول انا، مثلا العالم شكون اللي كيحكم، والعالم شكون كيتحكم فيه خاصه حاليا؟ ما تنقدروا ما ترجعوا غير 20 سنه اللي فاتت، 30 سنه اللي فاتت، لما كانت مثلا ديك القوى المتفرقه، مثلا المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، كانت منافسه، كانت مثلا يعني بحال شي واحد كيبيع شي حاجه، باش كيبيع شي حاجه خاصو يرضي
يعني خاصو يقدم لذوك الناس اللي غيشريو هذه الماده ديالو، خاصو يقدم لهم شي حاجه اللي غيخليهم يجيو يشريو هذه الماده. هذه حاجه يعني طبيعيه، وهذا الشيء اللي كان طاري مثلا قبل تفكيك المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. الان كنشوفوا ولا معسكر واحد، وهو معسكر يعني الابناك، الابناك العالميه اللي سيطرت على كل شيء، استغلت الفرصه، استغلت الاوضاع السياسيه في الدول العظمى اللي كتعيش يعني مخاضات كثيره جدا. اللي نشوف مثلا في 30 سنه الاخيره كنلقاو العالم يعيش مخاضات، يعني مخاضات اللي تنبئ على رسم خريطه جديده للعالم. وكيف هذه الظروف هذه الابناك استغلت الاوضاع، لان كنلقاو ان الابناك هي المسؤوله على الحروب، هي المسؤوله على الخلافات اللي كاينه في جميع انحاء العالم، هي المسؤوله على الحروب اللي كاينه في جميع انحاء العالم، هي المسؤوله على الاوضاع ديال اي دوله في اي دوله في العالم، لان هاد الابناك وهاد المالين الشقاره هما اللي كيتحكموا في الحكام ديال البلدان. لان مثلا هاد المالين الشقاره العالميين، هاد المالين الشقاره اللي كيحكموا الارض، هما اللي كيقرروا شكون اللي غادي يحكم باش البلاد. هذاك الانسان اللي غادي يخدم لهم المصالح ديالهم، واللي غادي يسمح لهم بالاستثمارات، واللي غيقدم لهم مساعدات، هو اللي غادي يعطوه الفرصه انه يحكم، وغادي يقوموا بجميع يعني التدخلات العسكريه والسياسيه والاستخباراتيه، وكيدفعوا الفلوس وكيشريوا السياسيين وكذا باش كيجي هذاك الانسان باش كيحكم، باش كيخدم لهم الاجنده ديالهم، باش كيخدم لهم المصالح ديالهم. نفرضوا الى جا مثلا شي انسان اللي ضد هذا الغزو يعني ديال الابناك، اللي غادي يوقف وجه الابناك، واللي غادي يوقف وجه القوى الخارجيه، اشنو غادي يديروا ليه؟ سيتهمونه تهم باطله، غادي يلقاو ليه شي تهم، الارهاب، سرقه المال العام، يعني تبييض الاموال، غيلقاو ليه شي حاجه، وغادي يشوهوا ليه الصوره ديالو امام الشعب، وغادي يخسروا جميع، غيوظفوا جميع المواد بحال الاعلام، بحال وسائل التواصل الاجتماعي، بحال الصحافه الدوليه، وغادي يبقاو يهاجموا هذا السيد، يهاجموه حتى تولي السمعه ديالو انها غير قابله تستحمل داخل هذا البلد. ناخذ مثلا غير المثل ديال اردوغان. مثلا اردوغان جميع دول العالم انها واقفه ضده، علاش؟ لانه يعني رغم انه يرضخ لبعض المطالب ديال البنك الدولي، ولكن لا يرضخ لها كامله. ما يعني انه ما كيتعاملش مع بعض الدول، يعني كيستعمل بعض الاحيان، كيستعمل مثلا كيقدم المصلحه ديال تركيا على المصالح مثلا ديال الاستثمارات الخارجيه والابناك العالميه. وهذا اي واحد مثلا غادي يجي اللي غتكون عنده الفكره وغتكون عنده نيه انه غيقوم باصلاحات واحد البلاد، غادي يتدخل هاد الابناك، وغادي يتدخل هاد الشركات الكبرى، وغادي يتدخل الناس اللي عندهم مصالح، الناس اللي عندهم استثمارات، كيدخلوا هما، كيخسروا مثلا الفلوس على الصحفيين وعلى الميديا، وعلى باش كيحاولوا يخسروا الصوره ديالك، ويقدروا مثلا يصوروه، يلقاو مثلا يديروا، المهم غيلقاو ليه شي فضيحه باش غادي يحاولوا يطيحوه. يعني هذا الشيء اللي كنقول انا مثلا، راه النظام المغربي راه واخا مثلا سيسقط، راه ما نحاولوش مثلا نكونوا سابقين للفرحه بنهار. مثلا راه الا تبدل النظام، راه بعد غدا غادي يولي المغرب سيصلح، وغادي يتقدم، وغادي يولي الشعب يعيش في الكرامه، وغادي، راه ما يمكنش. راه حتى مثلا الى وقع تغيير مثلا وطاحت الملكيه في المغرب، عولوا ان راه غيجي واحد النظام اخر اللي غادي يكون مثلا غادي يكون قريب من الملكيه. يقدر يكون يا اما نظام عسكري، يقدر يكون حتى مثلا هاد القوى الدوليه وهاد الابناك والناس اللي عندها مصالح في المغرب، هاد مالين الشكره اللي عندهم مصالح في المغرب، يقدروا حتى هما يخلقوا واحد التمثيليه ديال الديمقراطيه بالانتخابات وكذا، ولكن غادي يحطوا هذاك الانسان اللي غادي يخدم لهم المصالح ديالهم، ماشي الانسان اللي غادي يخدم مصالح الشعب. لان هاد الناس هادو، هاد الناس المستثمرين، وهاد الناس اللي كيعطوا القروض والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما تيهمهمش مصلحه الشعوب قبل ما كتهمهم المصلحه الخاصه ديالهم، وهو الربح. لان كنعرفوا الاستثمارات اشنو هو الهدف ديال الاستثمار. ملي كنسمعوا كلمه استثمار، دابا الناس كيسمع كلمه استثمار تيقول واه الدول كتستثمر عندنا، الشركه كتستثمر عندنا، ولكن لا يفهموا كلمه استثمار. استثمار المثمر، يعني هذا الاستثمار راه كيرجع بالارباح لصاحب
لصاحب المشروع وليس للبلد اللي فيها المشروع، لأن البلد اللي فيها المشروع راه ستستغله الاستثمارات. علاش يستغل من طرف المستثمرين في المغرب؟ وهو أنهم تقدم لهم يعني المساعدات الكاملة، ما كيخلصوا الضرائب لمدة 5 سنين، اليد العاملة متوفرة وبأرخص الأجور هزيلة جدا، ما كاينش امتيازات، ما كاينش تغطية صحية، ما كاينش تغطية اجتماعية. يعني شكون هو المستفيد الكبير في هذه الحالة هذه؟ وهو يعني المستثمر، يعني الناس اللي كيقولوا سنجلبوا استثمارات للمغرب، هذوك الناس اللي كيقولوا حنا غنجيبوا استثمارات للمغرب، هما كيستافدوا. لان مثلا ملي كتجيب مستثمر للمغرب راه كاين الوثائق، مثلا في 2009 خرجت بها الجزيره كتقول لك اودي ملي كيجي شي واحد كيستثمر في المغرب راه كيمشي كيتفاهم مع القصر باش القصر ياخذ النسبه ديالو، والقصر هو اللي كيقرر يعني الاثمنه وكيقرر النسبه اللي غياخذها من اي استثمار. وكيف ما قلت لكم يعني الفساد هو ماشي الفساد ليس يعني مرتبط بمنطقه ولا ببلد، هو يعني اي بلاصه، يعني اي منطقه كتدخل فيها الاستثمارات وكيدخل فيها الفلوس الا وكتكون فيها كيكون فيها الفساد، لان المستثمرون مالي الشكاره يقدمون اي شيء، كيقدموا الملايير، ولكن على ود ديك الملايير كيربحوا الملايين ديال الملايير، لانهم تيخسروا الملايير باش كيربحوا ثلاثه المرات لاربعه المرات من هذاك الشيء اللي خسروا. هذا الشيء اللي خص يفهموا يعني الناس، مثلا الناس اللي كيخرج مثلا تيقول لك الجزائر حسن منا، واحد تيقول لك مثلا هذه حسن منا ولا هذه، نو راه حتى واحد ما حسن من شي واحد، راه كل هاد الدول تعيش تحت رحمه البنك الدولي والمستثمرين وكذا، اللي هما اللي كيحكموا، راه الناس اللي عندهم الشقاره في العالم هما اللي كيحكموا هاد البلدان المتخلفه، ما اللي كيطلقوا عليها البلدان المتخلفه ولا بلدان العالم الثالث، راه لا قيمه لها، لا في، لان مثلا الدول الحقيقيه اللي عندها قيمه والناس اللي عندهم راهم كاينين في مجلس الامن الدولي، هما اللي تيقروا، هما اللي عندهم الفيتو، راه من بعد هاد الناس راه ما كاين والو، لان الاغلبيه الاخرين راهم كلهم خرفان تابعين. مثلا ناخذوا غير المغرب، مثلا ناخذوا مصر، الجزائر، الاردن، يعني هاد الدول كلها واش كتسناو منها شي حاجه؟ هادو ناس اللي كيحكموا هاد البلدان ما هما الا موظفين عند ممولين الشقاره العالميين. وكيف ما كتعرفوا ان المغرب، لان كنا كنعرفوا ان المغرب يعني هو محمي، لان واحد القضيه كنسمعوا، ارجع لكم هذه النقطه بالزربه، ملي كتسمعوا كلمه الحمايه، المغرب امضى ديك اتفاقيه الحمايه مع فرنسا، واش عرفتوا شنو هي الحمايه؟ واش عرفتوا اي ماذا تعني كلمه حمايه اللي منتشره عند المغرب؟ راه بزاف ناس كيقول لك الحمايه، ولكن ما عرفش المغرب الحمايه، مناش غادي يحمي يعني هاد الحمايه، هاد اتفاقيه الحمايه اللي وقعت بين المغرب وفرنسا، شكون غادي يعني اشنو غادي تحمي فرنسا على المغرب؟ شكون هي الدول اللي غادي تحمي المغرب، غادي تحمي فرنسا من المغرب؟ هذا هو الخطا اللي الناس ما فاهمينوش. الحمايه، معاهده الحمايه امضيت لحمايه النظام الملكي، لان الملك يعني ملي سميتو هذاك اللي مشى قتل خوه في طنجة وكذا، وما عرفت خوه هرب لطنجة وهو جا لفاس، وجاو الناس ديال فاس هزموا عليه، بغا يهجموا على القصر، هي تما ملي استسلم وعيط لفرنسا وقع معاه معاهده الحمايه لحمايه الملكيه. هناك بعض الناس اللي كيسموا الحمايه كنسموا الحمايه، ولكن الحمايه راه امضيت لحمايه الملك، لحمايه النظام الملكي، ماشي لحمايه المغرب ولا لحمايه الشعب. راه كانت معاهده الحمايه كانت معاهده لحمايه الملك من الشعب، لحمايه الملكيه من الشعب المغربي، اللي كان هذيك الوقيته ان الشعب المغربي منطقه فاس كلهم كانوا عوايل غيهبطوا يهجموا على القصر في فاس، وكانوا سيقضون على الملك، وتما كان ستنتهي الملكيه. هنا دخلت فرنسا وحمات الملك من اللي امضت المعاهده انها تستعمر المغرب، ومن بين البنود انها تخلي الملكيه في المغرب رغم الاستعمار ورغم رغم رغم رغم، هذيك هي الحمايه اللي بقى واكله لدابا، لان فرنسا ثانية مع النظام الملكي انها تبقى تحميه طول الابد، مع عمر ديك المعاهدة تفسخات ولا تحيدات، لان كان الهدف ديالها هو حماية الملكية ومازال سارية الى يومنا هذا. المهم ما بغيتش نطول على الاخوة والاخوات، غير بغيت نقول لكم يعني هذه القضية ديال
التحر يعني هو مشكل، يعني مشكل يعني معلق، يعني مشكل مخنفش، ما يعني باش تحلوه صعيب بزاف، خصو بزاف المناقشات، خصو بزاف ديال التفكير. المهم اللي كنتمنى انا وهو وعي الشعب، خص الشعب يوعى. احنا ماشي، انا ماشي الهدف ديالي اي نغير النظام، انا الهدف ديالي هو بغيت الشعب يوعى، يعرف الحقائق ديال النظام المغربي، يعرف اشنو طاري في المغرب، يعرف الحقوق ديالو، يعرف اشنو خصو يكون في المغرب. ماشي مثلا ديك الفكره اللي شادينها مثلا ان الملكيه هي رمز الاستقرار، وان الملك بان في القمر، وان الملك من سلاله الرسول. خاص هاد الافكار تحيد، خاص تسمحها ما تبقاش. الملكيه ما هي الا نظام استعماري ديكتاتوري تستعمله القوى الغربيه والقوى الخارجيه للسيطره على خيرات المغرب. يعني النظام الملكي ما هو الا موظف عند القوى الاجنبيه، وماشي غير المغرب، جميع الدول اللي ما تسمى بالدول العالم الثالث كلها، يعني الحكام ديالها كلهم يعني موظفون عند القوى الاجنبيه لخدمه المصالح ديالها. اختاروا اي دوله في المبغيت في افريقيا ولا في هناك بعض الدول اللي بدات كتعرف بعض التحرر. لان التحرر باش كيجي؟ التحرر ما كيجيش بالتبعيه، التحرر ما كيجيش باننا نستوردوا اي حاجه، التحرر كيجي بالصناعه، التحرر كيجي ببناء المركبات النوويه، كيجي بصناعه الاسلحه. وما باش تقول لي غادي نشري الاسلحه واعتبر نفسي قويا، راك غير كضحك على راسك. اخوة الاخوات، كنتمنى يعجبكم الموضوع، وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم. ولا عندكم الصاد تبردوا مع راسكم، يلا الله يعاونكم.